نبلش يلا اكشن. اوكي كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان الى مكان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان الى مكان. طول رمضان كل اللغات من مدينه لمدينه بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي. يلا يا النبهان فوزوا ترى الكل يستاهل. حاضر والجوائز كاش والغلطان مربحان مربحان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان. عاوز بالجنيه اكسب كاش. You want بالباوند get your cash. تبي بالدينا اخبط كاش. كاش كاش مع النبهان. رحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم برنامج المسابقات كاش مع النبهان. أجوانا أجواء المسابقات في هذا الشهر الفضيل، واليوم احنا معاكم في لف نيوز، هذا المجمع المميز واللي هو يعتبر من احد معالم الكويت، والشيء اللي اكيد دائما كل زوار الكويت يحرصون يزورون هالمكان المميز اللي فيه كل معاني كلمة تتسوق، في مكان بارد مميز شرح وفي إطار جديد وفي القديم وفي التراثي وفي المدن، كل شيء موجود في لف نيوز. بروح معاكم اليوم وجولة ومسابقات وكاش مع النبهان في لف نيوز. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام في أجواء لف نيوز وأجواء القرقعان، ومعنا واحدة من الخوات. مساء الله بخير. كل عام وانتم بخير. سلامة. شلون رمضان؟ الحمد لله. حلو. شلون القرقعان اليوم زين؟ ان شاء الله. ان شاء الله. يلا. هذا طبعا عارفين نظام المسابقة. هذه 100 دينار تفضلي. هذه 100 دينار كاش مع النبهان. جوائزنا مقدمة من الجسيم ومطعم ايطالي ومن سراي للعطور، سكاي لطب الاسنان، سفريات الركن اليماني وبيضون. يلا اختاري. خير الامور اوسطها. اوكي. اسئله سهله بس شوي شنو عاد تفكري شوي. من زمان تشوفون لف نيوز ولا اول مره ثاني مره؟ وايد. من زمان. رفعي المايك شوي. من زمان. وايد. حلو. اول سؤال يقول متى تم افتتاح لف نيوز؟ متى افتتحوا لف نيوز؟ 2006 2007 2009 2006 ها 2007 ها 2006 2007 7 يلا 7 2007 صح. 20 دينار عليك بالعافية. مبروك عليك. السؤال الثاني يقول سؤال رياضي. اوكي يقول كم مرة حقق نادي الكويت، شنو تشجع انت؟ قادسية ولا العربي؟ قادسية أكيد. قدساوية. إيه قدساوية. كم مرة حقق نادي الكويت بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم؟ كم مرة؟ 10 ولا 12 ولا 14؟ يلا 12. يلا 12. 12 يلا 12. و20 دينار ثاني. مبروك عليك الكاش. السؤال الثالث ما في اختيارات. أيه. تعرفون برج بيزا؟ لا والله. برج إيطالي، برج أوكي. بيزا المائل. أيه. سهل. كم دور البرج؟ ما في اختيار. يلا كم طابق؟ كم عدد طوابق برج بيزا؟ واجد ولا شوية عشان ركز؟ يلا دبل لف نيوز مرتين. يلا 4 بعد. لا آخر واحد. 6 6 9 عطنا 20 9 9 خلاص قلنا 9 8 يلا السؤال الأخير 40 دينار. يا تاخذون 80 يا تطلعون بس بال 40 دينار. ايه. مقولة مشهورة وايد وصاحبها معروف، من هو القائل؟ دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. لا عاد هذه ها يلا ها مقولة دع الأيام تفعل ما تشاء. احنا عارفين مقولة بس مو عارفين اللي قايلها. وطب نفسا إذا حكم القضاء. الإمام. يلا وما في الا الشافعي. اول حرف من اسمه شين. شافعي. الشافعي صح. 40 دينار سهله. شفتون هذه 80. مبروك عليك الكاش. عليك بالعافيه. يعافيك. وهذا قرقعان من سراي حقك انت، وهذه جوائز اختاري واحده منهم. يلا هذه عشان راهيه. يلا راهيه هذه
الركن اليماني، سفريات الركن اليماني كويت، امستردام كويت، مبروك عليك. واعطونا بعد ما خلصنا الكل هذا الحلو من كنافه وعجيب. نطلع فاصل ونرد مع النبان، نطلع فاصل ونرد مع النبان، عدنا بعد الفاصل مع النبان، عدنا بعد الفاصل مع النبان. استمري معكم مشاهدينا الكرام في نيوز وفي حلقه القرقيعان وفي برنامجكم كاش مع النبان ومعنا العائله. كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. العافيه. هذه 100 دينار خل المدام تعدهم، عديهم. برنامجنا كاش مع النبهان، اوكي 100؟ تمام 100 حلوين، انزين جوائزنا مقدمين من سراي للعطور ومن سكاي لطب الاسنان، سفريات الركن اليماني، بيضون والتسيم ومطعم ايطالي، اوكي؟ راح تختارون من هالبطاقات بطاقة كذا. ايوه بس حلو، اربع اسئلة، كل سؤال ما تجاوبونه راح نسحب كم؟ 20 اخر سؤال 40، اول سؤالين فيهم اختيارات، اخر سؤالين ما فيهم اختيارات، اوكي؟ اوكي يلا. السؤال الاول يقول: متى كانت اول مشاركة للمغرب في كأس العالم؟ متى كانت اول مشاركة للمغرب في كأس العالم؟ 1970، 1982، 1994. يلا انا ما بعرف الكرة. خلي لك اياها. 94 94 اول مشاركه للمغرب. ايه حلو، اعطينا 20 دينار. 70 يا رجل، 94 سعوديه تنضيع. يلا ما عليك. السؤال الثاني يقول: لكم بالموسيقى؟ يعني حلو، فيكم احد يعزف بيانو؟ لا والله لا. حلو، كم عدد مفاتيح اله البيانو؟ كم عدد مفاتيح اله البيانو؟ 88، 95، 105. ها 95 راح اقول لكم اياها مره ثانيه. 88، 95، 105. 88 88 اكيد. 88 ولا 95؟ لا 88. اوكي 88، هذه 20 دينار. مبروك عليك الكاش. السؤال الثالث يقول: عاصمه لدوله افريقيه. سؤال يقول: ما هي عاصمة الكونغو؟ ما هي عاصمة الكونغو؟ ما في اختيارات. عاصمة الكونغو أول حرف منها باء، ثاني حرف راء، ثالث حرف زين. زا را زا. يلا أول حرف منها باء، ثاني حرف راء، ثالث حرف زين والف. برازا. عطني اخر حرفين تاخذ 20 دينار. دولة افريقية. عاصمة افريقية. عاصمة الكونغو. كونغو. كونغو دولة افريقية. يلا. 1 2 3. لا صعب. برازا فيل. سهلة. لا صعب. يلا ما عليه. سؤال الاخير 40 دينار. تاخذونه؟ تاخذون ال 40 دينار. سؤال سهل جدا جدا جدا. ما هي أول دولة عربية آسيوية تشارك في كأس العالم؟ الكويت. الكويت. 40 دينار عليك بالعافية. هذه 40 أول شيء 20 مالت من السؤال المسأل غلط. بقى عندكم كم؟ 60. 60 أول شيء، هذه جائزة من سراي، هذا قرقيعان سراي، وعندنا جوائز ما خلصنا، عندنا جوائز تختارون من هالجوائز جائزة. يلا جائزتنا التسيمو مطعم ايطالي، مبروك. الله يبارك فيك. وفي بعد عندنا جائزه ثانيه بعد ما خلصنا، كنافه وعجين ايضا. مبروك. هذه هديه لكم كل رقم من عندنا. كنافه وعجين. كل عام وانتم بخير. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، واحنا مستمرين معاكم في كاش مع النبهان واجواءنا في حلقه القرقيعان. معنا العائله، كل عام وانتم بخير. وانت بخير صح وسلامه. يعطيكم العافيه. طول عمرك. حلو، عندنا برنامجنا كاش مع النبهان، عارفين نظام البرنامج ها؟ هذه 100 دينار، تفضلي. كل سؤال ما تجاوبونه راح نسحب 20 دينار. اخر سؤال كم؟
40. اوكي جوائزنا مقدمه من التسيم مطعم ايطالي، سفريات الركن اليماني، سكاي لطب الاسنان، وبيضون والتسيمو مطعم ايطالي. يلا تفضل اختار لنا من هالبطاقات. يلا ها وين؟ تاهي. بس بسم الله. رياضة. اول سؤال رياضي. شو تشجع، برشلونة ولا ريال؟ مدريد. مدريد حلو. سؤال يقول في اي عام تأسس نادي برشلونة؟ في اي عام تأسس نادي برشلونة؟ 1899، 1909، 1920. شنو ثانية؟ 1899 ولا 1909 ولا 1920؟ قديم النادي. يلا 1899. 99 صح. هذه 20 دينار عليك بالعافية. السؤال الثاني يقول مبروك عليك الكاش. من هو مخترع الكمبيوتر؟ جون مايكل ولا هوارد إيكين ولا بيكام؟ جون مايكل. ها؟ جون مايكل؟ جون مايكل؟ إيه؟ اوكي اعطينا 20 دينار. هو هوارد إيكين. حلو. السؤال الثالث هم رياضي بعد. كم عدد لاعبين فريق الكريكت؟ كم واحد عدد لاعبين فريق الكريكت؟ ها؟ اختيارات ماكو. نفس لعبة مشهورة. يلا 11 صح. 11 لاعب. مبروك عليك لاعبين كرة القدم. السؤال الأخير ب40 دينار. يا تطلع ب80 يا تطلع بكم؟ 40. 40 حلوين. ما هي عاصمة أوزبكستان؟ يلا أوزبكستان. رايح أوزبكستان؟ لا أنا رايح جورجيا. جورجيا حلو. أوزبكستان ما فيها ولا حرف. هناك ياكو هني أول حرف طاء. يلا واحد. طاجي. لا مو طاجكستان. ياكو. يلا والله صعب. طا طاجك. لا طا قول ساعدني الثاني. طا شين. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة. طشقند. 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 عطني 40 طشقند. زين راحت عليك. ما عليه. في عندنا جوائز. هذا حق العيال من سراي قرقعان سراي. وعندنا جوائز نختار منهم شوي. اختاري من هالجوائز جائزة. تفضلي. ايوه هذه سكاي لطب الاسنان. هذه هدية من سكاي. وهذه هدية ايضا من كنافة وعجين. كل رقم لا تخيل. مشاهدينا الكرام في اجواء لاف نيوز وفي حلقة القرقيعان وفي رمضان وفي كاش مع النبان. ومعنا الاخت. مساء الخير. مساء النور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ما شاء الله يا حق القرقيعان اليوم ها. إيه. الله يخليها ان شاء الله. عارفين نظام البرنامج. هذه 100 دينار عديهم. هذه 100. حلو. كل سؤال ما تجاوبونه راح نسحب منكم كم؟ 20. السؤال الاخير كم؟ اعطيني المايك فوق شويه بس. 40. اوكي تمام. جوائزنا مقدمه من سراي للعطور، من سفريات الركن اليماني، من سكاي لطب الاسنان، من بيضون والجسيمو مطعم ايطالي. يلا بسم الله اختاري من هالبطاقات. ايوه بس حلو. اربع اسئله جاهزين؟ تمام. يلا اول سؤال. ما هي عاصمه موريتانيا؟ ما هي عاصمه موريتانيا؟ الرباط ولا اديس ابابا ولا نواكشوط؟ نواكشوط. اكيد اكيد اكيد. 20 دينار اولى عليكم بالعافيه. مبروك عليك الكاش. الثاني يقول كم مره ذكر كلمه رمضان في القران الكريم؟ مره، مرتين، خمس مرات؟ مره واحده. مره واحده. اكيد اكيد. حلو. هذه 20 دينار ثاني. 40. مبروك عليك الكاش. حلو. السؤال الثالث. كم هدف، سؤال رياضي، كم هدف سجل منتخب الكويت الوطني في كأس العالم؟ يلا في كأس العالم، مو في تصفيات، في كأس العالم. الرياضة بصراحة ما عندي. يمكن هدفين. يلا. هدفين صح. هدفين صح. ما عندنا مو قصة. مبروك عليك الكاش. 60. في طريقكم إلى شنو؟ 100 دينار. السؤال الأخير ب40 دينار. أوكي.
أين يقع مطار جاتوي؟ جاتوي؟ يس. أسهل سؤال ممكن تشوفونه. المفروض تاخذون ال 100. ما في جوجل، ما في جوجل، ما في جوجل. يلا. مطار جاتوي. واحد. اثنين. تعطيني اختيار. ثلاثة. لندن. أربعة. لندن. أكيد. يمكن. ها يلا. أكيد أكيد لندن على أكيد. على ربي. ها لندن. لندن. وين في لندن؟ لا هيك صعبتها. لا 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 يلا شو انا متنسية بلندن. 100 دينار عليكم بالعافية. مبروك عليك. ربحتوا 100 دينار. لحظة ما خلصنا. هذه هدية قرقعان من سراي حقك انت حق هذه الصغيرة. زين. وبعد ما خلصنا تختارون من هالجوائز. يلا نشوف. طلع لكم بيضون. جائزة من بيضون. كل الشكر لبيضون. وكنافة وعجين دائما معانا في البرنامج هذي. حلو من كنافة وعجين. كل عام بخير. نطلع فاصل ونرد مع النبان. عدنا بعد الفاصل مع النبان. عدنا بعد الفاصل مع النبان. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج المسابقات كاش مع النبهان في أجواء الأبنيوز وأجواء القرقيعان الحلوة والمميزة. أكيد شفتوا اليوم ما شاء الله وايد ربحوا جوائز، واللي ربح 100 دينار أكيد في هذه الحلقة نقول لهم مبروك وألف مبروك. دائما نقول لكم كاش مع النبهان. كل عام وانتم بخير. مع السلامة. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان إلى مكان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان إلى مكان. طول رمضان كل اللغات من مدينة لمدينة. بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي. يلا يا النبهان فوزوا ترى الكل يستاهل. حاضر. والجوائز كاش والغلطان ام ربحان. ربحان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان الى مكان.